أستاذ أنيس، ما هو رد فعل اليمنيين على ظهور شخصية زي بلال الزهيري واحتفاء قناة العربية وسكاي نيوز بيه؟ طبعا رد اليمنيين هو ليس الرد بشخص زهيري، يعني رد اليمنيين هو الرد الرافض. أكبر دولة اليوم تناصر قضية فلسطين وتعادي المشروع الأمريكي من حيث الجماهير الملايين التي تخرج في أكثر من 256 ساحة ومساحة يمنية، 256 أسبوعيا يا أستاذ، ونايك عن المليونيات التي تخرج وتمشي فوق العلم الأمريكي وتقطع وتشعر أن الأمريكان يكتبون وأنهم يخونون، وبالتالي أيضا فشل المشروع الأمريكي داخل اليمن. الأمر ذلك أن الاعتداء على اليمن والحرب التي حصلت في اليمن والمأساة التي يتجرعها اليمنيين اليوم سببها المعسكر الأمريكي والأداء الأمريكي، والسعودية كانت عبارة عن أداة وظيفية هي والإمارات مع المعسكر الأمريكي. فبالتالي اللي حاصل اليوم من حصار ومن فوضى ومن جوع ومن تجويع ومن مآسي في اليمنيين سببها السياسة الأمريكية والإدارة الأمريكية والقيادة الأمريكية التي تريد أن تحول هذا البلد مثل بقية الدول وغيرها وغيرها. فلذلك اليمنيين موقفهم واضح بهذا الموضوع، وبالتالي تلقي هذا الخطاب استهجان ولقي إدانة. نايك على مستوى التفاعل، يعني أنت انظر هل في تفاعل يمنيين حتى مع خطابه أو مساحته؟ أريد أن أقول لك حاجة، الجالية اليمنية لها موقف في أمريكا، في أمريكا الجالية اليمنية حاولت السعودية أن تسيطر على سياسة وإدارة الجالية اليمنية في أمريكا، وراحت الإمارات وشقت الجالية اليمنية إلى جالية جنوبية وجالية شمالية، جالية المحافظات الجنوبية مع الإمارات وجالية المحافظات الشمالية تشتي تأخذها السعودية، فهمت؟ ومع ذلك الجالية اليمنية ما لا بس خليك معايا يا أستاذ أنيس، ما هي وسيلة السعودية لشق الجالية اليمنية؟ انت بتقول الجاليه الجنوبيه ممتاز. بقت مع الامارات، الجاليه الشماليه بقت مع السعوديه، ما هي هي الوسائل اللي شقوا بها الجاليه؟ الفائض، المال السياسي اللي صادر من حقول النفط السعودية هو لا بس الآن معلش معلش، هتقول لي المال، هقول لك دول زي امريكا كل دولار بيتراقب، فمفيش لا شوف، في لوبي سعودي استخباراتي له وظيفة داخل الأمريكا مع الجاليات العربية وبما فيها الجاليات القريبة بما فيها الجالية اليمنية. هؤلاء اللوبيهات كيف يتم تشكيل وعي يساند مواقف السعودية؟ كيف يتم تشكيل حالة وعي من الجاليات العربية يساند النشاط والنظام السعودي؟ أنا ما عنديش مشاكل في ده خالص، أنا بتكلم عن المال. المال نحن لحظة. نعلم أن الأموال في أوروبا وأمريكا مراقبة هي ما شديدة. تأتي إلى أمريكا، هي تأتي إلى اليمن، تأتي إلى اليمن إلى ناس مقربين وإلى مشاريع يمنية، وبالتالي اليمنيين هم الذين يتواصلون، يعني الموضوع في تنسيق، يعني ما تأتيش يعني المال بيصب في اليمن ثم تأثيره بيبان في أمريكا. في أمريكا بالضبط. يعني الآن مسؤول الجالية اليمنية في الولايات المتحدة لديه حساب بنكي في اليمن ولديه أشياء ولديه تواصل وغيره وغيره، يعني ومثله كثير جدا. الآن حاصل فوضى داخل الجالية اليمنية، لأول مرة تحصل فتنة صراع داخل الجالية اليمنية في الولايات المتحدة. من الذي صنع الصراع؟ الليبي الإماراتي والليبي السعودي، يريد أن يتحكم، حتى أنهم أخرجوا اليمنيين ليس لتوقيف الحرب وليس من أجل الجانب الإنساني الذي أسوأ مأساة إنسانية في اليمن، إنما أخرجوا اليمنيين للخروج بالتظاهرات ليقولوا شكرا سلمان، شكرا محمد بن سلمان. تصور وصل، يعني جابوا جالي بهذا كذا طريق يا أستاذي العزيز، وصل هذا حاصل. وصلت الأمر الثاني أريد أن أقول لك يا أستاذي، المال لما قلت أنت عندما يأتي المال من حساب بنكي في السفارة أو عبر الدبلوماسية لا يراقب، الأموال التي تراقب هي الحوالات التي تأتي من السعودية مباشرة، لكن في حساب بنكي خاص بالسفارة السعودية وبكل سفارة هذا الحساب من السهل يتم فيه التحويل، من السهل فيه غسيل الأموال، من السهل أن يحصل فيما يحصل، لا يخضع على رقابة، إنما يخضع لسيادة الدولة التي هي داخل هذه الدولة، وهذا نظام بينا
في بشان موضوع الدبلوماسية يا أستاذ العزيز، وأنا دبلوماسي قبل أن أكون إعلامي. بس دي خطر جدا اللي انت بتقوله، انه المال بيصل لحساب خاص للسفارة ومن خلال السفارة يتوزع. نعم.